السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انا عايز اعمل جدول واخلي فيه معادلات زي الاكسل، فاول حاجة اعملها ان انا اعمل insert table واختار عدد الكولوم وعدد الروز. insert، اجي هنا اقول مثلا 33 44، عايز مجموع دول. هاجي هنا واقول له انا عايز تجمع لي دول، واقول له دي الخانات اللي عايزك تجمعها لي. انتر، هيبدا يجمع الحاجات ديت. هاجي هنا مثلا اقول له خلي دي 11، هتلاقي الارقام اتغيرت بالشكل ده. طيب لو انا عايز اعمل حاجه زي الجا والجتا ومعادلات مختلفه، هاجي هنا اختار الفورميولا واقول له انا عايز معادله مثلا عن السن وكده، فبقول له خد الرقمين دول وانتر، يبدا يجيب لي الحاجه ديت. لو انا غيرت دي مثلا ل 11، غيرت الاتنين دي مثلا ل 7، هتلاقيها تتغير معاك.